هلا والله يا جماعه، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا رجعت لكم فيديو جديد وني عمار علي. قبل ما نبلش الفيديو محمد اذكروا الله يا جماعه الخير. لا اله الا الله. عبود ومهدي اليوم جوعانين يا جماعه، بدي اسوي لهم بيتزا وصينيه لحمه بالفرن، واطيب بيتزا واطيب صينيه لحم بالفرن راح اسوي لكم اياها اليوم. حبينا نشارككم طبختنا اليوم، وانتوا اكتبوا لنا بالكومنتات ايش طابخين. طبعا خليكم مع الفيديو، لا تنسونا باللايك وايش. طبعا الحظ يا جماعه، ام عبود مجهزه كل شيء لانه انا انشغلت شوي. ام عبود مجهزه كل شيء، بيع لنا هنا بطاطا شرائح مقطعتها وحاطتها بايده الصينيه، والحظ بيع لنا هنا بقدونس، خلينا نفرده بهذا الشكل تمام، ونجيب بيع لنا هنا كيلو لحم، كيلو لحم غنم نحطه هيك فوقها تمام، نحط عليه شوية ملح تمام، نرش عليه شوية ملح ونبلش بيه. ماس 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 لنفس اكمش واحد هيك امعته، ماس هيك امعته. ليه فلفلة حمراء؟ ما بدنا شيء حد ضريني شي يا بنت الحلال انت، جيبي فلفل حمراء. يلا جيبي، يلا رشي رشي الفلفل الحمراء، هاتي لهين حطيهم بيدي انا هيك ارش واتفنى. انت بيجي تضريني اليوم مو لي نفسك، مش تشيك امسك بس. لا لا مو ليش امزح، لا هي ام عبود واحد واحد لي نفسك مش هيك امسك ومعش هيك هيك امسك ومعش. ايوه خلصة. شايفين؟ معلم. ان شاء الله تنشال معاي هيك. ها؟ بدي اتفنن اليوم يعني. بدي اتفنن. بسم الله. ها؟ مو معلم؟ معلم. بس كثير لحم بالصينية. أعز يا جماعة نبل إيدنا هيك بمي. تمام؟ شايفين؟ ايه هيك ايه هيك. ولحظة نحززها هيك. حززها هيك. حززها هيك. ونحززها هيك. شلون؟ ونجيب البندورات نزينها بالطماطم. فليفله خضراء. طبعا عبود ومهدي ما يحبون الفليفله، لهيك انا صغرت الفليفله يا جماعه مبينه مثل الزيتون، ما نحط لها زيتون، هاي فليفله حطينا لها فليفله ناعمه تمام صغار. والحاز بدي اغسل ايدي ونفوتها على الفرن. انت سوي البيتزا، انا سوي هاي الصينيه وانت سوي البيتزا. وحده انا وحده ليش؟ كم صينيه بيتزا بتسوي؟ اثنين؟ الشايف عائلتنا بيغولان يعني هين ياكلون، يحبون عبود ومهدي. الحظ قبل لا ندخلها يا جماعه نجيب شويه زيت، في زيت غاد، نقول بسم الله ونحط لها دموع زيت. بس والحظ نحرك الزيتات هيك، والحظ نقولها روحي على الفرن
والله مع دوالي بك انشوي لاقول لك. والحس تعالوا شوفونا هين هالعجينات مع حلان. يا سلام، انا راح اخذ نص، تمام، اخذ نص لي ونص اخلي لك انت تسوي. بسم الله. ست بيت معدلة. ولا المدلاك؟ والحس جبنا المدلاك وبدنا ندلك انا وعبودة. يلا يلا، لا وقف وقف وقف، يلا هيك شوي 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 شوي، ها ايوه لا تكبرها. بس الصينية ايش هاي؟ صينية هاي ولا هديك؟ هديك معناها يا عبودة. لاحق شوف بدنا نجيبها هيك. ايه هيك ايه ماني ماني اعطيني 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 دقيقة، بدي اسألك أحلى بيتزا يا عبودة. هلا حتجيب الصينية يا عبودة هيك. حطها هين. دهنتين زيت، كفو هين يا جماعة، أرضيات الصواني حطينا عليها زيت. وألحس نشيلها إيه هيك إيه هيك. ونقول بسم الله ونحطها. بسم الله. وألحس نفردها على قد الصينية. تمام؟ ونسوي لها حرف من هنا شوي، حرف. معلم ولا لا؟ ولا بلا حرف؟ بلا؟ بلا؟ بلا الحرف. الحس شايفك انت بدك تغدرين، بدك تسوين حرف لصينيتك. هيك حاسس. نسوي ثلاث صينيات. عشان ما تطلعين اشطر مني يعني، مو مشان شيء. ثلاث صينيات. فالحس بدنا نجيب كاتشب. انا بدي احط بس النار. لا مو نار، نار هاد. شوي حد شوي. توقف. انا بدي اسوي. دهنها يلا دهن يلا دهن. يلا دهن كل الهاي. شنو هاي تسوي هيك؟ شنو؟ ابو هيك ها بابا هيك اها. شنو هذا هيك يسوي؟ لا لا تشلينا اليوم تشلينا. الحس شوية جبنة. شوية جبنة؟ ايوه شوية جبنة. حاج الحس نحط لها شوية افطار، تمام؟ كلب حب؟ ايه والله كلب حب ده. افطر كلب حب. شو انت يا زلمة؟ هاي المعبود؟ ايه. ليش يعني المعبود؟ ليش مو لي؟ وايلة. هالمرة راح نسوي البيتزا مختلفة، كل مرة نسويها رش نرش. فهالمرة بدنا نحطهن على الشغلة النازك، فهمتوا علي؟ ايوه عيني عليك، حط زيتونة هين، حط زيتونة هين سودة. لا خذ اخضر لا تحط، هينا مثلا، هينا واحدة حمراء. تمام، حط واحدة هين حمرا بيناتهن. هاي واحدة هين، واحدة هين، أيوة فراشة هاي لألك، واحدة بالنص هاي لألك فراشة. هات هاي هاي الفراشة. هي والله هاي فراشة. شو عبودة اليوم يشبه لل شو اسمه الفراشات ولا القلوب. فالحز شو بدنا نساوي عبودة؟ نحط بدنا نحط هين هين ها شايف؟ شوف حطر. شوف الزيتون خلص نلحس معلم أشي. ولا لا معلم؟ وانا كمان وانا كمان معلم. حاس لا ما حاس، طول بالك. والحاس وين الدرة؟ درة ما جبني. الحمد لله طلع عنا درة، لان انا قلت له وصيني على كل شيء مشان اجيب كل شيء. فالحمد لله درة بي. الحمد لله يا حبيبي. شوف يا عبودة، أعطيني الدرة يعطيها نكهة. دقيقة أعطيني دقيقة بابا. ها كم؟ ها يلا حط.
كافي والحز نغمرها بالجبنة على الوجه نختمها بختمة جبن والحز شو نساوي؟ لا الفرن مليان خلنا تطلع صينية اللحمة بعدين ندير هاي على الفرن تمام؟ يلا طبعا العسل لما بلشنا بالتصوير كان نايم الحز فاق وجي عشان يلحسني يشلح سام لا ما كان نايمة عسولتي انت عسولتي فالحز بدنا نطلع صينية اللحمة اقعدي هين عسولتي اقعدي هين حبيبتي يا الله اقعدي هين خليك شطور طلع لك لحم مشان ناكل هم سكتت. ها بسم الله ما شاء الله ايش نحن حط هدوا شوي شبيه نحن حطينا هيش لحم اخر شي ناخد قطعة لقدها كيلو اخر شي ناخد قرص لقدو معناها القصار نصار لا 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 القصار اعرف انها كش ودوب بيها دهن ودوب بس ولكن عشان نضحكهم شوي القصاب غشاش فالحز هاي صينية البيتزا اللي سوتها مع بود فننت بيها وهاي الصينية اللي سويتها اني فالحز اول شي راح نحط صينيته مع بود تمام اثنين مع بعض اثنين حلوات ايه حطها من فوق على النص عالنص والحز البيتزا مو مثل اللحمة تطول شو مهدي؟ مهدي شايلها بدي اكل كيف على البيتزا مهدي شلون؟ تعال اعطيني بوسة سويت لك احلى صينية بيتزا يا ويلي شوفوا مريم ما دار مريم شوفوا مريم هين هين لا تعقي شايل مهدي يلا انت يلا عبودة لا تعطيها الصينية حطها هنا ها مهدي حبيبي مهدي حبيبي تعال عبودة حبيبي لسه ما تفهم بالغيرة لسه بدها شوي لحد تفهم بالغيرة انت تغار منها لما نشيلها وانت عبودة تغار لا ولو لقد اتغار بس انت البكر انت الكبير انت اغلى واحد فهمت علي راح نستنى البيتزا لتجهز ونرجع لكم طبعا يا جماعه اول صينيه استوت انلدعت شوي فهمتوا علي بس هيك اطيب واحلى شوفوا يا سلام مو حرق بس هاي الجبنة شايفين الجبنة شلون دايبة يا سلام فالحز عبودة بدي يحط الصينية الثانية عبودة لا هات تنحر غيدك بابا لا تلعب بالفرن الحز نحط الصينية بالفرن كلها روحي والله يسر عليك او روحي سكرنا عليها والحز شو نساوي عبودة ها نقطعها جيب خلينا نقطعها والحز يا جماعه عبوده بدي يقطع ما تعرف تقطع هات لاقول لك هات لاقول لك لا مو هيسه يا حق هيسه ايه هيسه نقطعها على شكل طول بالك على شكل مثلث بس بدي اجيب قطعة افرجيكم اياها هيك من تحت يا سلام شوفوا يا سلام هات لقطة حبابة انت ما تعرف والله ما تعرف انت عليك تاكل وبس تنحر غيدك بابا فوق ماني ماكل همك يا زلمة ليه هاي كبير وهذا صغير؟ يعني سويهم كلهم هيك عشان يصير شكل مثلث شايف شايفين يا جماعه يا سلام شلون طيب
روح سلح الماما يلا يلا جوعنا جوعنا خلنا ناكل عبل ما تستوي هديك يلا والحز يا جماعة لأن صار وقت أننا ناكل لأنه جوعنا تعاي مريومة تعاي همي معاي تعاي 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 همي معاي تعاي بابا واعطيني رأيك بس هاي والله الصينية سوتها أمك فهمت علي مو أني جنن حط لك لحمة على بدي؟ لا لحمة على شكل بيتزا لحمة ما بدك؟ ما بدك كيفك حط الحال يعني شوفونا على اللحمات يا جماعة وهيك شوية شوية بطاطا هي فوقها شيل هاي من هي بابا حط شوية بطاطا بابا وشوية زوم زوم من اللحم من البندورة من البطاطا بابا أرحل بتضوق أنا شغلي يا بابا هداك شغل أمك هذا شغلي تبي عليك أنت هل تفين علينا ولا عيب عليك عصب شايفين فألحز نقول بسم الله هيك بلقمة ايه ما فينا بسم الله عبودي بسم الله بسم الله اعطينا واحدة دخيل الله دخيل الله دخيل الله امين الله بغدونس نسينا الصب كولا كازوز كازوز كولا كازوز احنا كاس كازوز عيونا ها شايفين ما يحبون الفليفلة انا احب الفليفلة بابا ما تحب الفليفلة شيلها تمام نقول على هاي يا وليمة من صارت يا جماعة المقاطعة واحنا نشرب من هاي حسينا هاي طيبة قوم الكازوز نكهتها غير تحسونها مثل الطبيعي طبعا يا جماعة صار وقت ان ننهي الفيديو ام عبود لازم تجي تتعشى معانا ولهين وصلنا نهاية الفيديو لا تنسونا باللايك لا في الدرس ونحبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.